قال رحمه الله لا تتركوا الكتب أنتم، لو تتركوا أحسن. نعم. قال رحمه الله: وهي ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. أسباب الإرث اترك يا شيخ الكتاب. الآن واحد يسأل يقول كيف أذهب مكة؟ قال مكة ترى لها ثلاث مداخل: مدخل عن طريق الرياض، ومدخل عن طريق المدينة، ومدخل عن طريق جدة. ما تستطيع الدخول إلى مكة إلا من هذه الطرق، مفهوم؟ تمام. السعودية الآن، السعودية الكويت، تقول السعودية الكويت كم مدخل؟ مدخلين؟ الحمد لله. تقول مدخلين، ما تستطيع الدخول إلى الكويت إلا إما عن طريق منفذ كذا أو منفذ كذا، صح؟ تمام. إذن هذا الطريق السبب، أريد أصل للكويت ما أستطيع الوصول إلا عن طريق المنفذ الأول أو الثاني، صح؟ طيب الآن أريد أرث من الشيخ سعد، لازم يكون لي مدخل. المداخل قالوا ثلاثة للإرث: نكاح ولا نسب. اترك الكتاب يا رجل، كم مدخل؟ ثلاث مداخل. إذا أردت أن ترث من إنسان لابد يكون لك طريق من ثلاثة طرق: نكاح، عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، لأن عقد الزوجية عندنا باطل، يرث به الزوج إذا ماتت الزوجة، والزوجة فأكثر إذا مات الزوج. انتهينا الآن. هذا الأول السبب. جاءتنا مرأة وقالت أريد أرث من فلان، عندك سبب؟ قال نعم. من أنت؟ قالت زوجة. عقد زوجية صحيح؟ قالت نعم. إذن ترث. هذا الأول. الثاني الولاء. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، يرث به المعتق. كان لديك عبد وأعتقت هذا العبد، فأصبحت أنت مولى معتق، مفهوم؟ ينسب هذا العبد إليك، مولى فلان. فإذا مات العبد بعد العتق ترث أنت، لأن أنت صاحب فضل ونعمة عليه. لكن هو لو مات يرثك؟ لا. طيب الثالث النسب، القرابة، ويرث به الفروع والأصول والحواشي. فروع تتفرع منك، والأصول إيش أصلك؟ قال أصلي فلان ابن فلان ابن فلان، سيأتي معنا، مفهوم؟ نعم. أصلها ثابت وفرعها في السماء. والحواشي سيأتي معنا، خلاص، الإخوة الأعمام وكذا. طيب عندنا سبب رابع وهو بيت المال، وهم يعني ما يذكر هذا السبب في الغالب. لماذا؟ لأن عندهم إشكال في انتظامه، يقول هذا غير منتظم بيت المال. لأن البعض، هذا يقول، أنا لا أقول هذا، البعض يقول لأن الحكام في زمن المؤلف كانوا يأخذوا من هذا بغير حق، فقالوا هذا أي بيت المال غير منتظم، والحمد لله منتظم. نعم. وحسابهم على الله. نعم. إذن الأسباب في الحقيقة أربعة: نكاح، ولاء، نسب، بيت المال. نعم.